تعد تيك جدة من المناطق السياحية بامتياز التي تعرف إقبال كبير للسياح من داخل وخارج الوطن. وافتتاحا للموسم الشتوي، أوقدت الشعلة الخاصة بالموسم بمدفأة المركز الوطني للرياضة والتسلية من طرف المدير العام للمركز السيد مزيان إسماعيل. هذه ولات عادة، كل عام نديروا اون اوفرتور اون ايتي اون اوتر اوفرتور اون ايفير. طاحت الجاية واحد هذا كان كانزان دي جورني، دوك اون افو لو بروميير شوت دو نيج، فهم سيت ان بون سين. C'est un bon signe. Inch'Allah, من القدام, on va lancer de nouvelles activités en matière de ski. حاجة اللي تفرح, حاجة اللي تعطينا أكثر كما يقول لك une volonté et de meilleures perspectives pour développer هذا le site qui est agréable. Dernièrement, مع زيارة معالي الوزير اللي جا لهنا عطانا تعليمات باش نقدموا des prestations de qualité. Pratiquement, on les a prises en charge correctement. Donc, يعني نظرة كانت مليحة من جانب معالي الوزير، هو قال لك سي لا بريز لا كاليتي دو لا بريستاسيون كي با اتيري لي كليون. قول مرحبا بكم، ها كل شيء موجود، كل شيء كما يقول لك يفرح العائلات ويفرح ان شاء الله لي جون هادو. الحمد لله، دونك كما عرفتم انتم لا بريستاسيون اللي تاع لاوتور، لا اوتور باسكو لي جون نو فيان با بور هكذا باركا، سي باسكو يا كيكو شوز كي ليزاتير. لاكاي L'accueil est agréable. On a un personnel qualifié. Donc, c'est un personnel qui peut assurer même d'autres prestations en dehors de l'établissement. C'est notre objectif, Inch'Allah. كما نظم بالمركز معرض للصناعة التقليدية لإبراز ما جادت به أنامل الحرفيين. وسائل التخييم والرياضات الجبلية هي الأخرى كانت حاضرة بالمعرض. على هامش الاحتفال بالموسم الشتوي، تم أيضا تدشين الرياضة الجديدة بالمركز الوطني للرياضة والتسلية، وهي الرماية بالقوس التي لاقت إقبالا كبيرا للسياح. Très mieux. Je prendrai beaucoup de photos, beaucoup de photos. Oui, je vais envoyer les photos à mon père, mon mère et beaucoup d'amis. Oui, je pense mes amis et mes parents viennent ici et regarder le paysage et écouter la musique traduction et jouer avec beaucoup d'Algériens amigos. Oui, comme ça. Oui. C'est un endroit merveilleux à protéger surtout. Améliorer surtout aussi, parce que maintenant c'est notre Algérie. Je veux rester ici, toujours, toujours rester ici, c'est jamais parti. Oui, j'aime cette pays, j'aime Algérien et j'aime le paysage. Je pense que c'est très très bien pour nous. Oui.
وبالمناسبة اليوم الافتتاح الرسمي للموسم الشتوي كما راك تشوفوا المركز الوطني للرياضة والتسلية يعني سطر برنامج جد خاص للعائلات والرياضيين وحتى السواح الأجانب. يعني هذه الشيء الجميل في المركز أنه أصبح يستقطب يعني عائلات وسواح أجانب، وكتشوفوا برنامج جد ثري فيه عدة نشاطات. نشاط جديد اللي قام به المركز الافتتاح تاعو الرسمي اليوم هي الرماية، يعني كانت يعني فيها طلب كثير من طرف العائلات وحتى الأطفال. يعني اليوم كانت تدشين تاعها رسميا وراح تكون من نشاطات المركز. أنت إذا مثلاً يدوسنس الجوائق المعتقة يقول أنت زوزون نكيني مرة مرة حمرها دواء توا شلتو أتفرح يعني شلتو أمكن نجدو تيك جدا غير تحمرها اللي تركال شلتو لا سيكوريتي كي فحوجة نكيني مكدو تيغا ذيكي يشكت مكان نجي تحمل الضوء كذا كيزي واردة غير راويو مرة مرة نصحو دار ذيكي هين ديني هين ديني فرح السيقي الشكيت الحاج جمال الشكيت وش يجيها تيجيجدا التي تستقبل زوارها بأبا حلة طوال العام. ها هي تستعد من جديد لاحتضان الموسم الشتوي السياحي بطبيعتها الخلابة وخدماتها السياحية الراقية بالمركز الوطني للرياضة والتسلية من أجل عيش المغامرة والتمتع بأجمل المناظر لقضاء أوقات ممتعة. أجواء احتفالية رائعة بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بمناسبة افتتاح الموسم الشتوي أو السياحة الشتوية التي عرفت حضور للزوار من أجل هذا الجو البهيج. أكثر تفاصيل من خلال هذا الرفورتاج. احتفالاً بافتتاح الموسم الشتوي السياحي نظم بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدا حفل فني صاحب تمتع به الزوار. كما تخلل الحفل عرض للأزياء يبرز غنى اللباس التقليدي القبائلي بألوانه الزاهية. De représenter nos montagnes Tikjda, aussi nos traditions, nos coutumes kabyles. Aussi, j'aimerais bien que ça soit que tout le monde, dans le monde entier, vienne pour voir notre belle région Tikjda. وعلى هامش الحفل تم تكريم مسؤولي المركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدا على خدماتهم الراقية من طرف الفيدرالية الجزائرية لفوفيتنام والفيات ووداو ممثلة بالبطل العالمي لعدة مرات في رياضة الفيات ووداو بوزيد بالكير. أغاني متنوعة لفنانة نورية أضفت جوا رائع ومميز. هي واحدة من سهرات المركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدا للسياح للترويح عن النفس وعيش الأجواء العائلية المميزة.